يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في الرسالة الخامسة الخاصة بتغطية فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال. يوم بعد يوم نقترب من نهاية هذه البطولة ومعرفة أبطال العالم. في بدايتنا اليوم خلنا نتابع معاكم حفل العشاء اللي يقيم أمس للوفود المشاركة في هذه البطولة. هذه الحلبة وباقي الحلبات راح تحدد اليوم من المتأهل إلى المباراة النهائية لجميع الأوزان لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة. خلنا نتابع معاكم شنو هي النتائج. أربعة مقاتلين من منتخبنا الوطني تمكنوا من الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة. فبعد ما حقق الفوز في أول نزال على مستوى فئة الشباب، رفض إبراهيم درويش أنه يكتفي بهذا الإنجاز وواصل مشواره لتحقيق الذهبية بفوزه على المقاتل الهندي ياش. تألق المقاتل الواعد محمد المعماري استمر في هذا اليوم، وبإجماع الحكام فاز على مقاتل جنوب أفريقيا جوليو بلاتيجيز. محمد إدريسوف حجز مقعده أيضا في النهائي بعد نزال قوي جدا مع الأوكراني فلاديسلاف. وبضربة فنية قاضية أشعلت الجماهير، تأهل باشا خوشييف على حساب البلغاري كولييف للمنافسة على لقب وزن سوبر الثقيل. في المقابل منار الحايكي وعلي يعقوب حققوا المركز الثالث بعد خروجهم من نصف نهائي منافسات فئة الشباب واللي تقام للمرة الأولى. وبقرارات كانت غريبة ومفاجئة من الحكام، انحرم البطلين عبد المناف مجمدوف وشامل جنبتوف من الوصول إلى النهائي وتوقف مشوارهم عند هذه الحد. التوفيق ما كان حليف حسين عياد وأيضا مراد جيسينوف اللي خسروا نزالاتهم لتكون حصيلة منتخبنا في هذا اليوم 6 ميداليات برونزية، وبالتأكيد احنا بانتظار الذهب في اليوم الختامي. العديد من اللجان متواجدة في هذه البطولة، خلنا نتعرف اليوم معاكم مع لجنة مهمة جدا وهي لجنة السوشيال ميديا، خلنا نشوف شنو شغلهم وشنو يسوون خلال فترة البطولة. طبعا احنا لجنة السوشيال ميديا مسؤولين عن تحديث جميع وسائل التواصل خاصة بالبطولة. السوشيال ميديا الخاص بالاتحاد الدولي، الاتحاد البحريني للفنون القتالية،
واحنا طبعا غطينا جميع مباريات تصفيات نهائية والتصفيات الابتدائية، فاحنا عندنا 4 مصورين على كل كيج مصور، وعندنا 2 مونيتيرز اللي يسوون المونتاج حق اللقاءات على طول، من المصور يعطيهم المادة الإعلامية التمنتج في نفس الوقت الرفع كفيلم أو كصور. احنا دورنا ان ننزل تحت في الكيجات ونصور اغلب الايفنتات اللي تصير من فيديو او حتى كصور حق اللاعبين المقاتلين، ان احنا نحاول نغطي قد ما نقدر كل اللاعبين اللي موجودين من كل ديرة، وابرز اللاعبين وابرز ابرز القتال قد ما نقدر من صور ومن فيديوهات. تواجدت في اللجنة عن طريق اصدقائي كلموني، يعني ان في بطولة راح تقام في البحرين اللي هي الـ MMA، زين فقلت لهم يعني بشارك وياكم انك مونيتير. يعني احنا شغلاتنا ان يروحون الجماعة المصورين يصورون البطولة كلها من المباريات والجمهور وغيره، ويون يعطون الاصبار والفيديوهات، واحنا اللي علينا ناخذ الاصبار دي نمنتجهم ونطلع مقاطع فيديوهات. طبعا في اليوم من تقريبا منتج الى من 10 الى 12 فيديو لمده دقيقه يعني حق السوشيال ميديا، زين وغير الصور اللي نعدلهم ونرفعهم بعد يعني. الله يعطيك العافيه. يعافيك. زين مثل ما تابعتوا مشاهدينا، هذه كان شغل لجنه السوشيال ميديا. مقاتلنا حسين عياد راح يخوض نزال الثالث في مسيرته الاحترافية في بطولة بريف، وبالتأكيد هو ينتظركم أنتوا كجماهير تملون جميع هذه المدرجات. خلنا نتابع معاكم استعدادات بطلنا حسين عياد. طبعا هاي بيكون ثالث فايت مع بريف. أول فايت كان شهر 2، كان فايت يعني مو سهل، كان فايت صعب. الحمد لله أنا فزت فيه. عقب شاركت في أبو ظبي الفايت الثاني وهاي الفايت الثالث، فكنت أستعمل الفايتين اللي فاتوا كعداد حق الفايت اللي بلعبه في مملكة البحرين، لأن بالنسبة لي هو أهم فايت بيكون قدام جمهور وقدام أهلي. أتمرنت فترة جدا طويلة، يعني من بعد فايتي الأخير في أبو ظبي وقفت مدة أسبوع واحد وواصلت التمرين، عقب تكون تمرين أكثر يعني تمارين مكثفة، وعشان ان يكون ادائي مميز في البحرين. فكان الاعداد، طبعا الاعداد ما كان سهل، الاعداد يعني جدا كان قوي من بدايته لنهايته. مثلا احنا عندنا اخر فتره، ف يعني الحمد لله احس روحي جاهز اكثر من كل وقت. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى ختام رسالتنا اليوم، نلقاكم بإذن الله في اليوم النهائي لمعرفة الأبطال. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.